مسابقة مع البقية. يلا نشوف اللي بعده. ها القرعة، نقول بسم الله، كذلك نقول ستوب. عمر ملحم طلع، اللي بعده مباشرة قول ستوب كذلك بشكل سريع. طلع محمد المسعود، اللي بعده كذلك أوقف برضو. عمر ها برضو المحيميت. أوه عبد المجيد الطويرش، سبعه تندمون تطلعون معي وينكم؟ طيب هذا عبد المجيد يقول ستندمون، نشوف عاد الندم يروح لمين بالضبط. الى اللي بعده نقول ستوب. والله يا ويلك والله اني قلت هاجة صورتي اني نادم. تعزيز يا شباب خصم. لا لا ان شاء الله. تفائل تفائل يا وائل. يلا اللي بعده بسم الله، نشوف الاربعه نقول ستوب كذلك وقف. سعد سبيعي طلع، اللي بعده العميس طلع. ما شاء الله اسماء قاعده تتكرر. محمد الدوهري حياك يا هلا فيك محمد. اللي بعده يلا بسم الله، عبد المجيد طويرش، وائل برضو ملحم طلع، وكذلك محمد الدوهري مساعد طلع. حركوا بعد شباب تلقائيا لين ما توقفون على واحد جديد. وائل 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 طويرش نتشاور فيه ان شاء الله كلنا نتشاور في كل الاسئله كلها. ايه في الاسئله كلها مجهود يا حبيبي. ايوه نتشاور مجهود علي الخصم مع بعض وزياره مع بعض. بندر علي نقاسم الاسئله كل نتشاور. يلا وش لا 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 اذا ما عارفه ماني مشارك، اذا عارفه بشارك. لا ها نتفق يا بندر. بندر عشان تكون ثقيل خفيف علينا نتفق كلنا. ما نكسب نكسب نخسر مع بعض ونكسب مع بعض. يا ابني صل على النبي احنا مخصومين مخصومين بس نتقاسم. تم يا حبيب. اقول اختار انت. لا 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 ثلاثة تكفى. ثلاثة اختار ثلاثة. الرقم ثلاثة. تبون ثلاثة شباب؟ ثلاثة يلا. رقم ثلاثة اختاروها الشباب. اللي فهمت منهم انه راح يتشاورون في كل الاسئلة عاد هم وحظهم. عبد المجيد طويرش السؤال الاول لك مع ثلاث خيارات، وعندك ثلاث خيارات المغامرة مشاركة مشاورة. مشاركة. انت من حقك تبي تشارك او تغامر او نفس المقابل اللي اتفقتوا عليه او شبه اتفاق اللي هو المشاورة. شباب احنا قلناها اذا راحت السوالف باقي الاكثر الايجابيات ان شاء الله. هذا المشكله استاذ سامي انا عارف. انت عارف انا عارف. طيب يلا بسم الله السؤال لك عبد المجيد طويرش. ذكرت مسعود فهد السنه الماضيه الله يذكره بالخير. الله يذكره بالخير. ما اول عمله اسلاميه؟ الدرهم الفضي، الفلس النحاسي، الدينار. اول عمله اسلاميه. تبي تشارك ولا شارك؟ يو شارك. تبي تشارك؟ اي اي ما بعرف بس الدينار يشارك. دينار حتى يقولوا لي يقول مشارك. مشاورة مشاورة مشاورة. الدنانير يقول لي ليش؟ دائما يقول كم معك من الدنانير؟ خمسة دنانير دائما يقول. دينار دينار ان شاء الله ان شاء الله دينار. الإجابة طبعا ان شاء الله. المايك المايك بس. الإجابة صحيحة للكل. هربت من سالفة 50 شوف الحين القيمة المالية. واحد اختار واحد. واحد ثلاثة أربعة. اختار أنت كل واحد يختار صندوق. ثلاثة. نختار ثلاثة. يلا ثلاثة 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 ثلاثة. ثلاثة. رقم ثلاثة تتقسم بيننا صح؟ اي تتقسم بينكم سواء كان موجب سالب انت وحظك في النهاية عبد المجيد طويرش. تكتكوها صح شباب ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله برص. يا رب ان شاء الله برص. يا رب انت عالم ان شاء الله. يا الله ادعوا بس يا جماعة دعوة عجايز. يا رب القيمة المالية اللي حتطلع اي صارت بالخسارة ما عليك ما عندك مشكلة تتقسم للكل. تستاهلون تستاهلون. طيب 200 ريال كم المجموع للكل يعني؟ 50 50 50 50. طيب السؤال اللي بعده وائل الخواجي. هذا خط 4 4 4. عايد اشارك السؤال اي واحد ثاني. لا طيب يلا بسم الله. ما اسم البغلة التي اهداها المقوقس للرسول عليه الصلاة والسلام؟ شباب عندي الاجابة. ماهر. لا لا شاركنا. ايوه شاركنا. يلا جاوب. مشاورة. القصواء يا شباب خذوها مني. مشاورة. يس صح. القصواء الاجابة طبعا. مشاورة. خاطئة. ما عندك مشكلة. ما عندك مشكلة. وش الإجابة؟ معوض خير يا حبيبنا وائل وبقية الشباب. الإجابة هنا دل دل هي الإجابة الصحيحة. محمد أنت أيتني صح؟ أيتني قلت لك أصوى. سالم 50. ما شاركتهم شاركتهم يا أستاذ إيه شاركتهم. لا ما شاركتنا. ما شاركتنا. ما شاركتهم. لا ما شارك ما شارك. شاركنا شارك. إيه شارك شارك شارك. يعني سالم 50 تتقسم على الكل تتقسم. مو تتوزع في فرق. نشوف الحين حبيبنا دوهالي. لا شاوروا الكل شاور يعني متشاورين متشاورين. نعم القيمة 50 سالب هذه تتوزع للكل راح تخصم من كل 50 50 50 50 ما ادري كم يصير المجموع.
بيصير في في نص 12 ونص اي 2 ونص قبل الجواب قبل مشاور ها كيف 25 لا خطا 25 خطا مجبر النص تنفعك يا عبادي ها لا ليش صفر؟ طيب نشوف القيمة المالية كم مجموع النهائي يا شباب؟ إن شاء الله. وايه ليش مستعجل أنت؟ بجارة. يدني القصوى هي. أسلم. أي نعم. الحين تطلع. الحين تطلع للجميع بس يحسبونها ويدخلون مباشرة. وما أخذوا 200 ريال لكن بعد ما خصموا للجل صار خلاص أنا وياك ريال يوم صام على الكل. مسعد المجموع النهائي 37 ريال 37 ريال ونص النص هذا يجبر طبعا عندنا الظهري قبل الجواب جبرته يا سامي يجبر طلعوا 38 ما اسمعك نص زود هذا 38 طيب خير وبركه يجبروا لا تشيل هم باذن الله تعالى نشوف الحين السؤال محمد بسم الله دوهالي المجموع النهائي طبعا كل واحد 37 ريال يلا محمد دوهالي السؤال لك انت وحظك عاد برضو لك الخيار المغامره المشاركه اصبر اصبر المشاوره ما العمله السابقه لاسبانيا قبل اليورو مشاوره البيستا المارك الليك ها مشاوره ولا مشاركه ولا مشاورة. مغامره مشاوره لكن مش دقيقه انا يا حبيبي حد السعوديه برا ما اعرف من الحين اقول صدق صدق بيتزا هذا ياكل لا تختار لحظه اتوقع اذا ما خاب ظني باذن الله تعالى ان شاء الله شباب لك لك وائل ترى مش البيزيتا لا 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 دقيقه دقيقه اصبر اصبر اتوقع المارك المارك خلاص مشاوره المارك المارك الماك المارك مشاوره المارك مشاوره المارك 50 الاجابه خاطئه للاسف تتقسم وش الاجابه الاجابه الصحيحه طبعا الليلك هي البيزيتا اللي قلت بيتزا شفت يا شباب اني قلتها صح ما اعطيتوني فرصه طيب ما علينا لازلنا في السيف سايد طيب السالب 50 تتقسم على الكل 12 ريال تتقسم على الكل اهم شيء موضوع الخير يا رب ان شاء الله نشوف الحين السؤال اللي بعده بندر العلي صار المجموع 25 ريال ممتاز ممتاز يلا لحد الان كسبانين ما عليك 50 بدا ينزل المبلغ كسبانين يلا الكل صار 25 وجبرنا بعد ما جبرنا النص يلا بندر علي السؤال عندك شد حيلك ثلاث خيارات ما دام انك اخر واحد لك الحقيقه برضو المغامره او المشاركه او المشاوره لو ما جاوبت صح بعد خسران كسبانين ارجوك ركز مما يصنع صوف الكشمير انا عرفت الكشمير الماعز اللاما وبر الجمل اللاما ان شاء الله اللاما اللاما يلا روح اللاما مشاوره اللاما اللاما ان شاء الله مشاوره اللاما اللاما الاجابه يا محمد الدوهلي في اللاما خاطئه وللاسف سالب 50 اللاما وش اللاما وش اللاما تنتصم وش اللاما لحظه وش فايزين فايزين طيب وش اللاما علمني اللاما هو الجمل بس ابو راس غير ابو راس غير والله انت ابو راس غير مين باقي شامين مين باقي ما شارك معنا وش الاجابه الصحيحه فايزين فايزين الاجابه الصحيحه طبعا هو الماعز من الماعز ما عندنا خصم فايزين كم كم كل واحد اخذ 13 ريال هذا الباقي 13 ريال حقت غدايا اليوم يلا حق تميس يلا حق تميس والله فايزين والله حق تميس شباب طلعوا اطلعوا لي اربعه